دي فقره نمبر 1 يا كابتن باخدها دايما مع ضيوفنا. اعتقد انت كنت معانا فيها قبل كده. ايه اقولها لك؟ قول. هم ثلاثه انت بتختارهم. بتختار واحد منهم بس ده نمبر 1 بالنسبه لك. ماشي. افضل لاعب في جيل التسعينات في المنصوره، ياسر الكناني ولا تامر عبد الحميد ولا تامر باجاتو؟ في الثلاثه دول اختار واحد يعني؟ اختار واحد. طب ما هي دي هتبقى دي حسب. مش هتزعل حد ما تقلقش، بس هم الثلاثه زي الفل، بس اختار واحد. طبعا. مين؟ لا يعني تامر عبد الحميد. تامر عبد الحميد ماشي. افضل مدرب اتمرنت مع كابتن حسن مجاهد، كابتن جوهري، كابتن كابرال؟ يا لهوي يا جماعه ما ينفعش. ما ينفعش الثلاثه. الثلاثه فظاع بصراحه. اقول لك حاجه زي كده، والله شيل الاجنبي دايما. تصدق تلاقيه قوي. اقول لك اهو، قول يعني. الله يرحم الكابتن حسن، الله يرحم الكابتن جوهري، ذكرى وفاته برضو. لا الاثنين بحبهم، ما اقدرش. كام؟ قول لي. لا مش قادر، لا مش قادر، ما اقدرش. وكبرال طبعا حبيب يعني. واحد مش قادر، ما اقدرش والله. الاثنين لا. ماشي خلاص زي ما انت عايز. كابتن حسن مجاهد احتراما طبعا للكباتن الكبار يعني. طيب افضل لاعب في الزمالك الموسم اللي فات، فتوح، شيكابالا، زيزو؟ مفيش حاجه هتقولي لا تاني. ماشي. لا لا زيزو طبعا. طيب زيزو. لاعب تتوقع تألقه في الموسم اللي جاي للنجم الزمالك، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، محمود علاء؟ شلبي، مصطفى شلبي. شلبي ماشي. افضل مهاجم لعبت جنبه في الزمالك، جمال حمزه، عبد الحليم علي، حسام حسن؟ هو بس جمال مش راس حربه صريح، انت عارف، بس مش راس حربه صريح. لو مهاجم مهاجم عبد الحليم طبعا. عبد الحليم. طبعا. ماشي. لاعب خسر برحيله عن نادي الزمالك، بن شرقي، ابو جبل، طارق حامد؟ ابو جبل. ابو جبل. افضل صفقه في انتقالات، في الانتقالات حتى الان في الانديه كلها. كلها. ماشي. امام عاشور الاهلي، فخر الدين بن يوسف، محمد رضا بوبو، بيراميدز؟ امام عاشور طبعا. افضل صفقه طبعا. طيب عشان اسالك سؤال بعد ما تخلص. ماشي. لاعب تتمنى مشاركته مع المنتخب قدام تونس، صبحي، محمد صبحي، عمر كمال، مهند لاشين؟ صبحي. صبح. تمام.